تنويه سيد الرئيس أن بعض القيادات الذين أسديتموهم شهادات تكريم وعرفان لم يتمكنوا من الحضور لدواعي صحية، وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم. يتعلق الأمر بكل من السيد الرئيس يمين زروال عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا، السيد اللواء خالد نزار عضو جيش التحرير الوطني وزير الدفاع سابقا، السيد اللواء محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا، السيد سليم سعدي عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا، السيد اللواء حسين بن حديد عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا، السيد العميد محمد بتشين عضو جيش التحرير الوطني ومدير مركزي لأمن الجيش سابقا، والعميد عبد المجيد الشريف عضو جيش التحرير الوطني قائد الأكاديمية العسكرية سابقا.